هذه الفترة ينضم إلينا من دبي محمود القدسي كبير استراتيجي الأسواق في ADSS. أهلا بك محمود. عم نحكي عن الأسواق الأمريكية في ظل كل هذه البيانات وأيضا في ظل ترقبنا للعديد من الخطابات والأحاديث لمحافظي البنوك المركزية الأمريكية المختلفة، ماذا نتوقع منهم وإلى أي درجة يمكن يأثروا على السوق اليوم؟ مرحبتين معي. طبعا بالنسبة لموضوع أحاديث أعضاء الاحتياط الفيدرالي، طبعا احنا شفنا البعض منهم عم بيستبعد موضوع رفع أسعار الفائدة، وفي البعض منهم عم بيقول أنه عم بيكرر حديث جيروم باول اللي هو أنه higher for longer، يعني أنه احنا مستمرين بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون أي تغيير إلى حين احنا نشوف بيانات ملموسة على تراجع مستوى التضخم. هلا بالنسبة لنا كمان عم نشوف نحن حالة ارتفاع بمؤشرات الأسهم مدفوعة، طبعا بالنتائج الفصلية الجيدة لكبار الشركات المكونة للاس ام بي 500. وطبعا احنا خلال اليوم وطبعا خلال بكرة طبعا كمان نحن بانتظار محضر جلسة احتياط الفدرالي، طبعا اللي نحن كمان ممكن نحن نتعرف فيها على آراء الأعضاء اللي عم تخليهم يتفائلوا ويكون في عندهم ثقة بتراجع مستوى التضخم. وعلى هذا الأساس ممكن احنا نتوقع إلى حد ما إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، وطبعا كل الآراء متجهة إلى أنه إمكانية تخفيض أسعار الفائدة ممكن تبدأ بجلسة شهر سبتمبر. محمود، بما أنه حطوا لنا صورة تور وول ستريت، خليني أسألك عن تصريحات جي بي مورغان الأخيرة التي كانوا شوي فيها يتحدثون أنه كان عم بيقولوا هو بارش على أداء الأسواق الأمريكية في المرحلة المقبلة، ولو أنه وحتى لدرجة أنه أرباحهم والبورتفوليو محفظتهم تأثرت خلال السنة الماضية، تأثرت أرباحها لأنه هن بعضهم بارش تجاه الأسواق. اليوم كيف ينظر إلى السوق؟ هل برأيك معهم حق جي بي مورغان ورح وسيتغير الأداء وستصبح تتراجع الأسواق، ولا يمكن أن يستمر هذا الأداء الصعودي الثوري بالنسبة لأسواق الأسهم، وما الأسباب؟ هلا الحقيقه بالنسبه لموضوع اسواق الاسهم مرتبطه بشكل كثير كبير بسياسه الاحتياط الفدرالي القادمه. طبعا كلياتنا نحن عم نسمع موضوع مستوى التضخم جدا مهمه بالنسبه للاعضاء، طبعا اي اشاره بامكانيه رفع تخفيض اسعار الفائده بشكل اكثر من تخفيضين بالشكل اللي عم بيحتسبه الاسواق، طبعا هذا الشيء راح يكون بولش للمؤشرات الاسهم وليس بارش. اما بالوضع الحالي في حال نحن شفنا خلال الفتره القادمه استمرار ستيكي انفليشن ليفلز اللي هي مستويات وتضخم ما زالت عم تلاقي صعوبه بالتراجع، طبعا هذا الشيء ممكن ينعكس سلبا على مؤشرات الاسهم لانه راح ياثر كمان بشكل كثير كبير على نتائج الفصليه الارباح الفصليه خلال الفتره القادمه. فبرايي موضوع مستوى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر جدا مفصلي بالنسبة لموضوع تسعير أشرات الأسهم والأسهم الأمريكية بشكل عام. طب أكيد كمان بالنسبة للشركات تحديدا نتائج انفيديا، يعني لا يمكن أن ننكر أنه انفيديا هي من الشركات التي تحرك السوق بشكل واضح مع الماجنيفيسنت 7. سمعنا من الرئيس التنفيذي لانفيديا الحديث عن تايوان، يقول بأننا لن نتمكن الاستغناء عن تايوان. سمعنا من شركات كبرى في صناعة الرقائق اللي هن تي اس ام سي واي اس ام ال عم بيقولوا في حال صار في حرب على تايوان من قبل الصين بيقدروا يوقفوا إنتاج هذه الرقائق. إلى أي درجة هي الأخبار سيكون لها تأثير على أداء الشركات المماثلة في الأسواق الأمريكية؟ طبعا من دون ادنى شك، يعني بالنسبه لاهميه تايوان خصوصا فيما يتعلق بالنسبه لصناعه الرقائق الالكترونيه هي اهميه جدا كبيره. طبعا نحن ممكن نذكر انه ابل اللي هي عملاق تكنولوجيا في مجال صناعه الهواتف الالكترونيه بتعتمد بشكل كثير كبير على شركه تي اس ام سي التايوانيه. طبعا ذكرتي حضرتك انفيديا، طبعا انفيديا كمان كلنا شايفين انه هي تعتبر من احد المساهمين بارتفاع مؤشر الاس ام بي 500. طبعا نحن بكره بانتظار التقرير الفصلي لانفيديا عم نشوف نحن كيف انه في امكانيه او في توقعات بامكانيه ارتفاع النمو الفصلي لهذه الشركه. طبعا نحن شفنا كيف انه اعتبار من السنه الماضيه لهلا الارباح الفصليه نمت بمقدار تقريبا 234%. طبعا نحن كيف انه من الربع الفصلي الاخير بالسنه الماضيه للربع الفصلي الحالي عم نشوف امكانيه ارتفاع 9% بارباح الشركه. طبعا كل هذه الامور عم تخلي الماركت بولش على هذه الشركه، ولكن في تحديات هذه الشركة أنا برأيي ممكن تواجهها بالمستقبل، أهمها هي علاقتها مع الصين. طبعا نشوف نحن العلاقة المتوترة والقيود اللي عم تفرضها الإدارة الأمريكية على الصين، بالإضافة كمان لأنه ما راح تضل انفيديا هي خلينا نقول الوحيدة بمجال تصنيع الرقائق الإلكترونية. راح نشوف نحن كيف أنه شركة انتل راح تحاول تنافس بهذا المجال، كذلك الأمر بالنسبة لجوجل وبالنسبة لأمازون.
شكرا لك محمود القدسي كبير استراتيجي الأسواق في ADSS، كنت معنا من دبي، أهلا وسهلا بك.